كل الفرق جامده جدا، كل المنتخبات قويه جدا، كله بيسعد، كله بيحلل صناعتك عالي التدريب دلوقتي كويس جدا، كله بيحلل الاخر. هيبقى يعني الهمه القويه، هيبقى هيبقى العمل الفني ان شاء الله ربنا يوفقنا. احنا مسافرين كوت ديفوار 2024 بشخصيه البطل، احنا الاكثر تتويجا داخل القاره السمراء ببطوله كاس الامم الافريقيه. منتخبنا زي ما بنقول هو اصل الكره في افريقيا، يعني بنتمنى التوفيق طبعا للمنتخب. المنتخب جاهز فنيا على اعلى مستوى خلال الفتره الماضيه، يمكن قدم مردود كويس خلال الفتره السابقه مع السيد روي فيتوريا. طبعا الراجل يعني اختار مجموعه من اللاعبين بيتحمل المسؤوليه كامله امام اتحاد الكره وامام الشعب المصري. خلاص مش هنتكلم في اختيارات اللاعبين، وخلاص الراجل دلوقتي بدا تدريباته زي ما احنا شايفين. بنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ويمكن شفنا السيد معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي بيؤازر ويساند المنتخب دلوقتي، وطبعا تكون دفعه ان شاء الله مهمه لمنتخبنا قبل السفر الى كوت ديفوار. طبعا زياره سياده الوزير لمنتخب مصر النهارده خطوه مهمه جدا لرفعه اللعيبه قبل البطوله. البطوله مهمه جدا للجيل ده من منتخب مصر، الجيل ده بيحارب على البطوله دي من 2017. طبعا مستوى مش مأمول في 2019، ومستوى الى حد كبير جاي في 2021. ثلاث نسخ بنوصل منهم مرتين للدور النهائي. اعتقد ان البطوله دي ان الاوان ان منتخب مصر باذن الله بوصوله للدور النهائي يقدر يحصد البطوله باذن الله. المره دي شايف حاله ان شاء الله يعني حاله تفاؤل من اللعيبه، وكمان في دعم جامد قوي من اتحاد الكوره ومن الوزاره والدوله عموما كلها بتدعم المنتخب، وان شاء الله باذن الله السنه دي يقدر الجيل ده يحقق بطوله افريقيه ان شاء الله.